يقولوا جمعية العلماء لعبت دور كبير في هذا الطور. يعني هذه الإنسان يقول الحقيقة، على كل إن الأحزاب اللي وجدت في الجزائر كل خدمة. الوعي نتاع الجزائر ما جاش إلا من حركة واحدة، ولكن باش يقولوا جماعة نتاع العلماء هذا ماشي باش ننتقد فيهم، ولكن ما كانش. كان واحد من الأخ قال لي نتصل معاهم ربما يعاونوكم ماديا، سي حسين بالميلي، ومشى شاف سلعة بي تي سي. سلعة بي تي سي قال له هاد الناس تحكي عليهم موجودين حقيقة، ما كانش من باللي كاينين الناس شغالين في فرنسا وقادرين يعني هذو يديروا أعمال يعني عسكرية. هذا السيد زاد ولا السي العربي تبسي من بعد اول نوفمبر، وقال له انا راني مستعد نمشي حتى للجبل، ولكن كان جماعه راهم يتصلوا مع سوستال ماذا بينا نبعدوا الروح منهم. حاجه اخرى وهو الجماعه المصريين في القاهره 15 يوم قبل الاعمال شافوا السي الابراهيمي والشيخ الوتيلاني وحطوا لهم السؤال، لان المصريين كان عالمهم بالله باللي راه عملت توجد في الجزائر.